الجزيل أعزائي المشاهدين، مع خرجة ميدانية أخرى لقناة الأوراس تي في بوهران. نحن اليوم متواجدون بسوق الجملة بولاية معسكر. هذا السوق الذي كلف خزينة الدولة الملايير الكثيرة، لكن حالة مزرية دانت وحالة دون أن يعود إلى مجده. والسبب الوحيد هو السوق الموازي لبلدية تغني. من هو وراء هذا السوق؟ من هي ما هي انطباعات تجار هذه الجملة؟ وما هو موقف الإدارة الوالي الذي يطالبونه رئيس رئيسة اليوم نهار زين هذا، رانا فرحانين بخوتنا اللي جاو زارونا. سمعت وحنا رانا مغبونين شويه هنا في هذا الامر نتاع السوق. هذا السوق بنيناه وكوناه وسقمناه ووجد له الغاشي. سمعت تولوا الغاشي دايرين لهم ما تخلصش الجمرك وما تخلصش الحق وما تخلصش الكوميسيون وهود. الدور الغاشي اللي عندنا هنا كاع الحبات اللي عندنا هنا نبدوهم. رانا قاعدين نشوفهم قارعوا كل يوم نحلوا كل يوم نقارعوا، بالك كاش حياة تستوى ولا كاش حياة تسقم؟ ما كاش. حنا رانا غارقين غير في الدومين اللي مازالوا يرسلوا لنا ومازلنا خلصوا، رانا اجور. وزارة البلدية رسلت لنا في ذو اليامات على 20 مليون و 22 مليون تاع كرا. سمعت فيها اللي صدر لها وفيها اللي دفع بشويه وفيها، وحنا انا قاعدين هنا وعنا ديزيليم وعنا غاشي لاباس بهم. وغير مولي الغراوي غير مولي التجارة مولي كل شيء. ورانا نشوف الناس كي راهي دايرة هنايا ما فهمناش. رانا قارعوا، رانا كاتبين للسيد الوزير، طلعت البراوات أنا معايا تا للدزاير تا الكاليبتي زيتهم دفعتهم. وهنا راهي عندنا 40 برية ولا 50 برية راني مكاشيها موجدها كل شيء، راهي هنا في البيرو ما كاش برية ربدوها وحلوها قراوها. مانيش عارف علاه التقصي علاه مانيش فاهم. سيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر الجزيل لقناة الأوراس اللي أعطتنا يعني أهمية واستضفناها في سوقنا هذا تاع الجملة. راكم تشوفوا الحال تاعها كيف راه، من حيث تشوفوا الصور تاع المحلات كيف راهي. تجار راهم أونشيت ليبر، يعني تاجر اليوم هنا في سوق الجملة فيما يخص معسكر يعني ما صايب حتى حرفة ضرب كيحرفها، يعني هو تاجر وكيل. اليوم ما راش عنده حرفة وكيل، راه مسكر الباب نتاعه وراه يشوف التجارة هذه ما بقاتلناش. احنا دروك عندنا دي شارج نخلصوهم، ما كانش هنا اللي ما عندهش اليوم ما قدرناش نخلصوا هذول لي شارج، ما قدرناش. راني نخاطب يعني وبكل احترام سيادة الوزير باه يديرنا التفاتة ويشوف يلها بينا هنا، يشوف لنا الأمر نتاعنا كيف راه. احنا أي باب طرقناه ما كانش اللي بغى يسمع لنا. دروك وين مروا احنا يقول لك لا هذا سوق رسمي وهذا، والسوق الرسمي نعرفوا باللي هذا هو. دروك ما راناش عارفين اللي راهو راه هذا الامر هذا نتاع تاع تاع السوق نتاعنا، الحل نتاعه كيفاه؟ ديروا لنا حل، ديروا لنا حل. روحوا شوفوا الناس هذول اللي راهم قاعدين الخدامين، ما راهم صايبين ما يخدموا. ارباب الاعمال هنايا يعني اصحاب المحلات راهم غلقوا المحلات نتاعهم. دروك يعني وسمحوا لي بور لو مو هذا الفر يعني براتيكي سير لوطانازي ولا كيفاش؟ يعني نقتلوا نفوسنا بنفوسنا دروك؟ ما فهمناش احنا. دروك الانسان كيفاه؟ ربي مقدر عليه العيش وعطيه باش يعيش، يعني الرب عز وجل شارك الانسان في الماء والكلاء والمكان، يعني احنا ماش عندنا الاستقرار دروك؟ ماناش مستقرين، ما صبنا باش ناكلوا ولادنا ولا باش نصرفوا يعني نلبوا المصاريف تاع اللي تسالوا منا الدوله، وين نروحوا دروك؟ ماذا بينا يسمع الانشغالات تاعنا سياده الوزير ويجي يدير لنا حل، يدير لنا حل. يعني سياده الوزير مع كل احترامنا ليه، يعني عارفين بلي سياده الوزير عندها انشغالات وخاصه في هذا الظرف الصعب اللي رانا فيه، الظرف تاع اليوم هذا يعني تاع الوباء هذا اللي راه عندنا وتاع كل. ماذا بينا يدير لنا حل يا ودي؟ شوف حل هذا تغنيف ولا لينا احنا ولا المهم احنا دروك كيفاش؟
نروحوا نحطوا اللوجيست تاعنا ولا غير يفهمونا برك يفهمونا. يعني هذا موت بطيء رانا نموتوا فيه، رانا نموتوا ببطء، يعني رانا نموتوا ببطء وما كانش اللي بغى يسمع لنا وما كانش اللي راه يشوف فينا وما راناش ما راناش نحوسوا يعني ندوروا سب على انسان واحد ولا نحصلوا في واحد. رانا نقولوا اصحاب القرار اللي راه عندهم القرار يلتفتوا لينا ويجوا يشوفوا لنا الحل. وشكرا الرسالة اللي انا اذا في انتظار استجابه السلطات المحليه ووزاره التجاره الى مطالب التجار لسوق الجمله بولايه معسكر، اصبحوا يعانون ويلات التهميش وويلات المحسوبيه وويلات سوء التسيير. اذا كتجار وكارباب العائلات يطالبون بالعيش الكريم الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودائما يسعى إلى تحسين مستوى المعيشي للمواطن. كان معكم من